اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. هنتكلم كلام مهم جدا فيما يخص مجموعات المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم، وايضا هنتكلم من وجهه نظر محللينا اللي هيكونوا موجودين معانا. محمود شاكر، ازيك يا محمود؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس؟ تمام، كله زي الفل. ايضا احمد مجدي، ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن، كله اخبارك تمام؟ ايه؟ زي الفل الحمد لله. اولا خلوني اعرف رايكم الاول في تنظيم قطر لهذه البطوله. طبعا يا كابتن اسلام، قطر كاس العالم الاكثر جدلا في التاريخ ممكن صحيح. نقول. قطر من ساعه ما اعلن في 2010 كابتن اسلام ان قطر هتنظم كاس العالم، بدا تخطيط عمراني ومنشات في كل حته، البلد كلها اتغيرت بحيث ان يعملوا كاس عالم رهيب، واعتقد ان كاس العالم كل في ترقب شكله هيبقى عامل ازاي. قطر نظمت او بتنظم دلوقتي كاس عالم فان زون، النهارده اول يوم يتفتح، جماهير كتيره جدا جدا بدات توافد كلها على الدوحه. الدوحه يا كابتن في اتم استعداد على ان شاء الله يكون كاس عالم كويس وكاس عالم الشرق الاوسط، وكلنا اكيد داعمين لاي بلد عربي تنظم اي بطولات كبيره. ولكن يا كابتن اسلام، المنتخبات العربيه اعتقد انها ممكن تواجه مشاكل كتيره جدا، المجموعات بتاعتها صعبه، ونتمنى نشوف كاس عالم اكيد كويس. يعني يا احمد اعرف وجهه نظرك برضو. يعني تنظيم قطر يعني كان في مراحل كتيرة بيواجه انتقادات كتير جدا. أوكي. لحد قبل يعني لحد ما بدأت قطر تطرح الملاعب المونديالية وتجدد ملاعبها القديمة استعدادا للمونديال، واعتقد ان دي النقطة اللي كانت يعني ورت العالم فعلا ان قطر على اتم الاستعداد، سواء من ناحية المنشآت او من ناحية البنى التحتية او من ناحية تقنيات الملاعب. يعني قطر هتدخل تقنيات جديدة على مستوى الملاعب وتقنيات جديده على مستوى التحكيم في كاس العالم 2022، اعتقد انها هتغير تاريخ كاس العالم بشكل كبير، وهتقدم نسخه استثنائيه رغم ان التحدي كان كبير جدا باقامه المونديال في نص الموسم. وغير كده في الاجواء الحاره والاجواء يعني الاجواء التغلب على قصه حراره الجو واللعب في وسط السنه، ان المونديال اتنظم في الشتاء ده زود التحديات على قطر، ولكنه في نفس الوقت يعني لو قطر باذن الله طلعت ناجحه من المونديال في الاخر، اعتقد ده هيبقى يعني نقله نوعيه لكره القدم في الشرق الاوسط والمنطقه العربيه كلها. طيب قبل ما نكمل كلامنا خلونا نشوف ايه هي الارقام القياسيه اللي هيتم ضربها في هذا المونديال مع هذا التقرير، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني لما نيجي نتكلم عن هذه النسخه من المونديال، هتلاقي مثلا ان البرازيل والمانيا بيتنافسا على الاكثر لعبا في المونديال يا محمد. البرازيل اكتر فريق شارك في عدد المباريات، 20 مشاركه، اللي بعديها على طول المانيا 19 مشاركه، وبرضو المانيا هي المركز الثاني على طول بعد البرازيل في عدد احراز لقب المونديال. البرازيل داخله السنه دي يا كابتن اسلام بقوه ضربه كبيره جدا جدا، خصوصا في الثلث الهجومي، اسامي كتيره جدا، يعني يمكن في 8 اسامي كبار جدا، ثلاثه بس منهم اللي هيلعبوا. شفنا استبعاد فيرمينيو بيقدم واحده من افضل المواسم بتاعته في ليفربول، وبرغم كده بيستبعده، ولكن في تخمه كبيره قوي يا كابتن اسلام قدام، عندك نيمار وعندك رودريجو وعندك ريتشارلسون وعندك انتوني بتاع مانشستر يونايتد وفينيسيوس جونيور، واحد من افضل الوينجرز دلوقتي اللي موجودين في العالم. فمنتخب البرازيل ممكن يروح بعيد في المونديال ده، قايمه قويه جدا، ونيمار الامل عليه وكل الشعب ملتف حوالين نيمار ان هو القائد بتاعهم دلوقتي. على الجانب الاخر منتخب المانيا عنده مشكله كبيره كابتن اسلام، من بعد كاس عالم 2014 اللي خدوها من الارجنتين 1-0 في الفاينل، في مشكله في المانيا ان ما فيش فيرويد. نفس المشكله اللي في المانيا، يعني هي المشكله موجوده في بايرن ميونخ، هو عدم وجود يعني ليفاندوفسكي اول ما مشي من بايرن ميونخ حصل مشكله، ونفس المشكله دي بيمر بيها المانيا من بعد اعتزال ميروسلاف كلوزا في 2014، وبرده نفس الكلام عندهم في مشاكل في الاثنين سنتر باك اللي ورا، روديجير مصاب، هوملز اللي كان بيعتمدوا عليه بشكل كبير 33 سنه ما انضمش ولا مره مع هانز فليك. ولكن الالمان يفضلوا الالمان وهم ملوك الكوره وملوك المكن، فالمانيا ممكن تروح بعيد في يعني في المونديال ده، ولكن هي الكيرف بتاعها للاسف واقع من بعد 2014، شفناهم في اليورو طلعوا من السيمي فاينل، بعد كده اليورو اللي بعديه طلعوا من دور 16 وفي كاس العالم اللي فات. المانيا لن تذهب بعيدا في هذا وجهه نظر. ممكن يا كابتن ولكن زي ما بقول لك هو الاسامي كبيره جدا، ولكن ترجمه الفرص اللي بتحصل دي مش موجوده. هو بيلعب هافرتس بتاع تشيلسي، هو مش فيرود اساسي، هو واخد لعيب اسمه كوكو، لعيب صغير، اصغر لعيب في قائمه كاس العالم 17 سنه، بيلعب في دورتموند، لعب 13 مباراه، جايب 6 اهداف وعمل 3 اسيست، اصغر لعيب في كاس العالم السنه دي عنده 17 سنه، ده الفيرود الوحيد اللي تقدر تقول تارجت مان موجود في المنتخب الالماني. انما غير كده هو ساعات بيدخل مولر كفيرود او ساعات بيدخل هافرتس
فبس طبعا في بقى موسيالا وجوريتسكا وكيميتش ومانويل نوير، فهو يبقى منتخب اكيد كبير، والمجموعه بتاعته هتبقى صعبه، وهيبقى اقوى مواجهه في دور ال 16 ما بين الفرق كلها اكيد ما بين اسبانيا والمانيا. يا احمد برضو عايز اسالك على موضوع كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو لو احرز هدف مع البرتغال هيكون هو اللاعب الوحيد في العالم سجل في خمس نسخ ورا بعض طبعا بالظبط. فبالتالي برضو واحد من الارقام القياسيه التي يمكن ضربها، خصوصا في ظل كريستيانو محتاج. انا واحد من الناس اللي بيحب كريستيانو جداً, جدا جدا في حياتي كلها، بحب الراجل ده لانه بشوف انه مجتهد اجتهاد غير طبيعي، وجهه نظري يعني. لكن لو جاب جون، انا نفسي يجيب جون بصراحه، لو جاب جون هيحطم حاجات كتيره جدا، ومحدش هيعرف يعمل كده تاني، وجهه نظري. طبعا الموضوع صح يعني من ناحيه الرقميه، صعب، المتفق مع حضرتك يا كابتن في النقطه دي، انه صعب جدا حد يوصل للرقم ده. بس هو غير كده كريستيانو داخل المونديال ده يعني وظهره للفضا خالص، لان بسبب التصريحات اللي طلعت اليومين دول يعني ما سابتش عنده اي امل في كاريره كله غير انه ياخد كاس العالم ده. واعتقد ان هو بيعمل ريسك كبير جدا في الوقت ده، ان هو يعني التصريحات دي تطلع قبل المونديال. ممكن نيوكاسل اعتقد خلاص يعني، ممكن نيوكاسل وممكن تشيلسي ممكن. لا شايف بس هو يعني امله الوحيد في الحصول على عقد كبير دلوقتي هو انه يتوج بكاس العالم. صحيح. انا بتخيل ان هو حط نفسه في حته، يمكن هو عايز كالعاده يرفع مستوى التحدي على نفسه، لان ده اللي كريستيانو بيعمله من ساعه لما بدا كوره، انه بيرفع سقف التحدي جامد جدا. صحيح. جاله حاجه زي ميسي، ده في حد ذاته تحدي كبير، رفع له السقف ده. فدي الحاله القياسيه اللي رونالدو بيتالق فيها، ولكن هو بيواجه مشكله دلوقتي ان هو بدنيا مش مستعد. هي دي النقطه اللي عليها علامات استفهام كتيره جدا، ان هو بدنيا مش مستعد. والبرتغال يعني غرفه ملابس البرتغال ممكن تخشى شويه من تضخم الايجو عند رونالدو دلوقتي، في بالذات بعد التصريحات دي. بس انا بشوف ان ان رونالدو في البرتغال مختلف عن رونالدو مانشستر يونايتد، حتى في غرف الملابس. يعني انا قريت تقرير من احد الصحفيين البرتغاليين بمناسبه، يعني لو انت هنا بتتكلم عن فيما حدث ما بينه وما بين برونو فرنانديش، برونو، ولكن واحد من الصحفيين القريبين جدا من المنتخب البرتغالي واللي دايما بيتكلم عن المنتخب البرتغالي ومنزل يعني صور كتيره جدا تخص هذا الامر، اتكلم وقال انه لم يكن هناك شيء ما بين رونالدو وبرونو، ولكن اللي حصل ان لما دخل برونو كانوا جايين من نفس المكان هما الاثنين، يعني فما كانش في يعني حاجه تستدعي الحميميه في السلام مثلا، فما فيش حاجه. لا هو رونالدو مستغرب ان انت جيت متاخر، ازاي انا جيت قبلك كابتن، هو مع ان احنا الاثنين جايين من نفس المكان وفي نفس الحته ونفس السهره، كانوا ده الكلام اللي اتقال يعني. هو ال 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 وعلى فكره هذا الرجل انا بس بفتكر هذا الرجل واحد من الصحفيين الكبار في البرتغال ودايما موجود مع المنتخب وكل اخباره موثقه تماما. يعني انا مش من انصار تاويل المشاهد، يعني هو اكيد الراجل ده ما دام عنده معلومه هيكون افضل اكتر بكتير من الناس الكتيره الملايين اللي اولت المشهد. صحيح. في الملعب. بس النهارده مثلا الجزء الثالث من تصريحات رونالدو بيتكلم على جزء كبير من لاعبين مانشستر يونايتد الشباب، فبيتكلم عن ان الفريق ده ما بقاش زي الفريق اللي قبل كده. هو زي ما بقول لحضرتك رفع مستوى التحدي على نفسه ايا كان ايه اللي هيحصل، بس التصريحات دي في وجود بالذات دالوتو، وجود برونو فرنانديش، ممكن يومين كمان تلاقي زخم اكبر في اوضه اللبس. بس عاوز اعلق على حاجه في موضوع كريستيانو قبل بس ما اتعلق، لانه مهم جدا، لانه موضوع مهم الحقيقه. هذا الصحفي وهو بيتكلم اسمه بيدرو، هو وهو بيتكلم قال ان اللي بيحصل ده او الجزء الخمس ثواني اللي انتوا شفتوهم مش هما الفيديو بالزبط. الفيديو ده ليه بقى ايه؟ بعد ما مشوا رجعوا وقعدوا يهزروا، مش رجعوا وهم ماشيين قعدوا يهزروا مع بعض ويزقوا في بعض ويعملوا زقوا هزار يعني وضحك. كابتن يمكن الناس هي اللي بتجتذب. طبعا ما اعتقدش برونو فرنانديز عنده من الذكاء الكبير جدا طبعًا. ان هو ما يخشش في اي كلاش، خصوصا ان هو راح بيمثل المنتخب الوطني بتاع البرتغال، ان هو يخش في كلاش مع السوبر هيرو او اللعيب الاعظم في تاريخ البرتغال عشان خاطر مانشستر يونايتد. ده خلاص الناس دي محترفه بالظبط، الناس دي محترفه يا كابتن هاني بشكل كبير جدا وعارفه تفصل. ولكن انا عاوز اتكلم على حاجه معينه في كريستيانو رونالدو،
واضح جدا ان كريستيانو رونالدو من الفتره اللي فاتت ان هو عاوز يمشي من مانشستر يونايتد، كان واضح جدا في انفعالاته وفي الكلام ده كله. ولكن يا كابتن اسلام، عاوز اقول لك على حاجه. كريستيانو رونالدو هو اللعيب الاعلى طموحا في العالم كله، يمكن في التاريخ، وعلى طول عاوز يعمل ويسوي. ولكن المشكله لما الطموح بيقف معاك بالظبط مع امكانياتك البدنيه، هنا بتحصل المشكله. انت عاوز تفضل في البيك وعاوز تفضل رقم واحد، بس انت بدنيا ما بقتش قادر زي الاول، ذهنيا ما بقتش قادر زي الاول. يا كابتن في كور كتيره جدا لمانشستر يونايتد، كره بتقطع في وسط الملعب، ممكن يروحوا كونتر اتاك، الراجل ما بيقدرش يزق ويجري زي زمان. 38 سنه وبدنيا هو ما بقاش قادر زي الاول، فهو لا يا كابتن خلاص بقى. فطبعا هي دي الازمه بتاعته، ان هو ان انت تحاول توفق ما بين طموحك وما بين دلوقتي امكانياتك، هو ده اللي هو مش قادر يقبله. مش قادر يقبل ان هو يقعد احتياطي، مش قادر يقبل الحته لا ما اعتقدش رونالدو يستطيع ان يفكر جيدا في هذا الامر، وهو يعلم تماما، انا وجهه نظري ان هو غير قادر على اللي كان بيعمله زمان. ده اي الورك ريت قل بشكل كبير قوي يا كابتن. نعم؟ الورك ريت بتاعه قل بشكل كبير جدا. ده اخر حاجه ممكن افكر فيها، لانه انا ممكن افضل واقف طول الوقت. هو محتاج حاجة. مدرب، محتاج سانتوس يخدمه في البطوله دي. الله ينور عليك. هو محتاج سانتوس فعلا يسمع له. كابتن سانتوس عنده مشكله كبيره جدا مع منتخب البرتغال، هو خد معاهم اليورو ولكن هو كمل معاهم لحد الاخر، بس هو مدرب دفاعي بحت. يعني هي دي مشكله اصلا بالزبط. عنده اسامي تقيله جدا جدا جدا، ولكن بحس ان هو مش قادر يكيف الاسامي هنا دي. هنا اقدر اقول لك ان سانتوس هو العقبه مع رونالدو او ضد رونالدو، وجهه نظري. لانه زمان رونالدو هو كان بيعتمد على ايه؟ بيقفل الكونتر اتاك والترانزيشن والتحولات، وكريستيانو رونالدو يطلع ويزيد. لكن دلوقتي ما فيش هذه الصوره، مع ان ما كانش فيه الاسامي دي يا كابتن. يعني انت دلوقتي الاسامي دي كان عندك رونالدو لوحده شايل المنتخب. دلوقتي ما تقدرش تعمل كده، وجهه نظري. عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل، ولكن بعد الفاصل نروح نشوف تقرير عن اهم الاسماء اللي هتغيب عن هذا المونديال، وبعد كده نرجع نكمل مع محمود شاكر واحمد مجد.